حطيتي السيرب. أرسلان ايش قاعد تسوي؟ متحمسة صراحة أعرف شنو داخل. شوفوا شلون حارة. او راح نسوي شيء اول مره احنا ما مسوينه بحياتنا، بما ان ثلج الدنيا فاجت لي فكره، قلنا ليش ما نسوي شاي وايس كريم من الثلج اللي برا. شو رايكم؟ شو رايكم؟ What do you think? Very interesting. على الشاي ولا على الايس كريم؟ ايس كريم. هاي شنو هاي هنا؟ شنو هاي مخرمش هنا؟ كاتب على وجهك. شنو كاتب على وجهك؟ No, every time I draw the marker, it the marker jump on your face actually. No, why when I draw, Baba, when I draw, why marker come here in my hand? Because I tell you, when you draw your hand, okay, after that you go and you whatever the color print here in your hand. انتم لاحظوا ايش قاعد يسوي إيلاري؟ قاعد يلحس راقه. Okay. Yeah. بس إذا عرف إيش طفر على وجهك. أنا أدري إيش عرفني. ها شلون؟ يعني الواحد يستخدم إيدينه عشان يرسم، إيش دخل شلون؟ جاب هنا رسام شوف شوف جديد شوف. هو رسام yeah. جديد. Maybe. وتعرفين زلق وطاح على. Maybe. أيوني متحمس إن ناكل آيس كريم من الثلج اللي برا. Yeah. Yeah. Okay. شو رأيك يا زون؟ شو رأيك؟ No. ليش؟ Yeah. جن. ها؟ But if you make ice cream on it and you eat it. لا هو لأن الثلج توه نازل فبعده فريش يعني نظيف. شنو رأيكم؟ We try. خلينا نجرب. إيش قاعد أسوي؟ تعال خلينا أراويكم. سويت أنا ميلك شيك. يلا خلينا نوريك. تونا سوينا عليه تمر جوز ولوز وستروبيري وبنانا وهاني. يلا خلينا نشوف. ترا يلا صراحة نصب الميلك شيك. من يريد ميلك شيك؟ اوكي نار ارسلان يو اوبن ات. طبعا ارسلان عندنا لازم كل شيء هو يسويه. اوكي ولازم هو كل حاجه بكل حاجه ورجعها لي ورا كلش. يلا ارسلان شوفوا ماكو ان شاء الله اذا تخلص بدقيقه ويا ارسلاني 10 ساعات. كلاس شنو يقول كلاس؟ اصب لك هنا هذا يورز. يلا 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 أرسلاني try it. طيل أيان. try it أرسلان يلا. أيان تفضل أيان. يزن. I don't want. Yeah no. غريبة. يزن ما أدري إيش weird ما إيش. weird. هاي شوف شلون يطيل. ناشف يلا. جرب بابا جرب. حرام جرب. يطيل أخوك ما يصير. ليش رأيك؟ شنو رأيك بي؟ أيان قاعد يم الشمس قاعد يشمس. طلعت لي شوارة بالولد. no. أوه طيحت أوه. طبعا مثل ما انتم تشوفون صحيح ان الثلج لكن شمس قويه، يعني انا احتريت من يمي. هسه اجى دوري راح اذوق وياكم. خلينا نشوف طيب ولا مو طيب. طيب لو مو طيب؟ مو طيب. لا شنو شنو مو طيب؟ يا كلش مو طيب. لا صدق؟ والله كلش طيب. انت اذا مو طيب تقولي لي انت صرتي مثل يزن كل شيء يسوي مو طيب. ها؟ امزح ويا الثلج. ادفع عليك عشان سيء. يعني انا المستغرب انكم كلكم قعدتوا بالارض، هاي اول مره. شمس الطقنه. اول مره اشوفكم هيك كلكم قاعدين وبالارض. احلى شيء ارسلان يشوف ارسلان. وخليني اقول لك شنو؟ اليوم انتي مو اجازة. هاي انتي اجازة اليوم. ايه اجازة اليوم لين الجمعة. هذا غدانا. يا شنو؟ هذا الغدا. شو تمزح علينا هذا الغدا؟ هذا وجبة غداها. خليت كل شيء بي. لا حد يقول لي. لا والله. هذا الغدا. هاي الغدا. لعب صار لي ساعة بالخلاط. تعال علي زول، اجيت هنا أنا بالغرفة عشان اريد اسوي مقلب بعد، انه راح اقول له انه انا اجازة 3 ايام كل اسبوع اجازة، وشوف ردة فعلي شنو راح يقول قدامكم. راح يطيح، سلام.
اي حبايبي مثل ما تعرفون انا الجمعة والسبت والاحد دائما دائما يكون عندي اجازة ما اسوي فيها ولا شيء. ها ضحكتيني. شنو؟ صارت السبت والاحد والجمعة. اي جمعة وسبت والاحد انا اجازة. انا ثلاث ايام اجازة. شنو انت اجازة؟ ليش اجازة؟ احنا بنشتغل ما عندنا ثلاث ايام اجازه. زين انا هسه بس اقول لهم هيك باليوتيوب ايش بيك انت؟ بلعد انا اشتغل ها؟ اي وما قاعد اخذ اجازه مال البيت. عيب عليك والله. بس هيك قدام اليوتيوب انا راح اقول لهم ثلاث ايام اجازه. يومين اجازه طينا زين. وهاي اليوم شفتوا ردة فعله او ماي جاد ردة فعله كلش قويه. راح نلغي قانون الاجازه ثلاث ايام. امزح سبران قلت لهم انه مقلب اني راح اقول لك انه ثلاث ايام اجازه على بالاسبوع. مقلب يا الله. يعني والله هيك طلع هيك براسي اسوي قاعده اسجل فقلت خليني اسوي له مقلب هيك. يعني وين استاهل اجازه؟ شنو خلى بالعصير؟ شنو هاي؟ شنو خليت بالعصير؟ شنو هاي؟ لا بابا خل خيط ما لاقي ما ادري. لا شوف شكله هو شوف شكله ارسلان. شنو لعد ادم شنو تنحف؟ وشعرك ماما شنو هي؟ ليش شعرك صار واقف؟ مو هاي قاعد ويا البطانية البلانكت. اوكي قاعد لينك. طبعا مثل ما انتم شايفين هسه احنا طلعنا برا وراح نشعل نار. تخيلوا نار مع الثلج يا يابا. وانا جهزت هنا القوري الشاي فاضي. طبعا راح ناخذ ثلج من عنده هنا وراح نخلي بيه ونسوي الشاي من هناك هناك ذيك النار ذيك. ويان قاعد يلبس ومستعد. يا سلام. سو ذهبت غراضي مالت الايس كريم. هاي الخاشوقه مالت الايس كريم. انزين وهاي حق الايس كريم. ما عندنا شوكليت عندنا بس شو يسمونه فراوله فراح نجربه ونشوف شلون. يا سلام يراد لها الصراحه كوب نسكافيه. انا الصبح ما شربت. يا ارسلان راح نسوي ايس كريم وذ ذس وان. يا ليت مي جو برينج ويت. طبعا اياني سواها قبل لا نصور لكم. حط الايس كريم قبل حط السنو بعدين جاب حط حياتي قاعده اصور. قاعده اصور ما قاعده اسمع من الصوت. ليش خليته؟ كم خليته؟ لا حلو شكله. لا مو احلى ان نكون قاعدين فوق الثلج؟ لا احلى. خربتها خربت اللقطة الجميلة. لماذا؟ انا صورت. سو خلصنا القعدة مالتنا. هاي النار وهاي القعدة والاولاد قاعد يلعبون هناك بالثلج. وارسلاني تعال عيوني هنا راح اسوي هسه الايس كريم انا ويا الزون وارسلان. يلا هي الزوني هسه راح ياخذ. اوه طيحها بسرعه. يلا شفنا مكان هيك نظيف هيك من فوق. تعال هنا شوف شيل كلش من فوق مو كلش دخلها كلش داخل شويه. اي لا تحفر شويه من فوق مو كلش. هاي مو كلش اقول لك. اوكي يلا خلي المهم يلا خليه. اوكي كافي سان راح اخليه السيرب. يا سلام. هسه انا وياكم راح نجربها. شوفوا هاي وهاي اخذنا قطعه كبيره وراح نجربها. ماما هير ماما هولد ذس. از يم يمي طيب. ايس كريم بلاش. ماما يو لايك ات؟ الصراحه طيب والله حبيته. تعرف لو كان شوكليت كان بعد اطيب. اي نو اي لايك ذا شوكليت. يذن دونت لايك ذا ستروبري. اوه ارسلاني هي دوينج ذا تشاي. يلا ارسلاني خلي الشاي خلي الثلج شواش خلي داخل بابا. يلا سوينا حطينا. هيا هيا تخلي بعد لانه راح يذوب يصير شويه. يا منين ناخذ؟ شوف من وين راح تاخذ اللي جمعته انت. I took the camera so we're gonna go on the trampoline. Okay here we are. What shall we? Wow.
واو هو بروكيت اياني Before I show you, wow, oh sleepy, nice. Show you when we're jumping. Ayan over here doing stick fire. He's gonna show magic trick. وانا حاليا على مصير الشاي قاعدة اشرب القهوة مالتي. شوفوا شلون حارة ويا ثلج يعني. جو اول مرة هيجي انا اجرب الصراحة. وهاي عندنا هنا ثلج ذاب. هسه راح نخلي الشاي. صار جاهز يعني؟ تقريبا. هنجيب القلاصات نسيت يلا خليني اروح اجيبهم واجي. Here we go. We're about to do the chai. Yeah. Oh, Arthur, what are you doing? راح اصب الشاي يلا يلا يلا. يا سلام احلى شيء شاي بالثلج. مجربها مره قبل قلب؟ لا. هي اول مره. دير بالك بابا. هي اول مره راح نشرب شاي بالثلج. يلا شنو رايك بالشاي؟ خبط. هاي قاعد تشوفون شلون حار؟ ما ارجع شكلهم راح يروحون المستشفى. بس تعرفون لا الجو كلش دافي يعني لان اكو نار فالجو دافي وحلو. طبعا ما صورت لكم قبل شويه اجت جارتي جابت لنا الغداء يعطيها الصحه والعافيه. شكرا قلبي تمارا شكرا حياتي. متحمسه صراحه اعرف شنو داخلهم. ترى يا سلام كشري صوص مال شوربه. لا هاي الصوص مال كشري وسمك وشوربه. والله يعطيها العافيه قلب تمارا. شو نقول تمارا؟ عاشت ايدك. عاشت ايدك تمارا قلب. كلش هوايه. كلش هوايه وكلش طيب الصراحه. من كشري من سمك. سمك شوفي شوربه قاعد ناكله والشوربه اليهال طاحوا على الشوربه. يعني صراحه يعطيك ألف عافية. وصلنا احنا وياكم لنهاية البلوج. نشوفكم على خير. نشوفكم على خير ان شاء الله ببلوجات جاية. لا تنسون انكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس اللايك وتفعلون جرس التنبيه. واحنا رايحين هسه نشوف لنا فيلم. صار لنا على سهرة فيلم. انتم وين رايحين؟ باي باي.